شعار في حب مصر استقبل معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعضا من طلاب الجامعات المصرية، وذلك لمناقشة الحوار الوطني لطلاب الجامعات. أنا سعيد جدا النهاردة بوجودي مع شباب جامعات مصر في هذا اللقاء اللي احنا اتكلمنا فيه لمدة ساعتين، وضحنا كل التهديدات اللي بتحط المنطقة، دور مصر في المنطقة، وركزنا على دور الشباب، وان شباب النهاردة لما عرف الموقف بالتفصيل جاوبنا على كل الأسئلة بمنتهى الصراحة ومنتهى الشفافية، وما خليناش اي حد يبقى في ذهنه حاجة. كلهم كانوا سعداء انهم كانوا عرفوا احنا فين وايه دور مصر في المنطقة ودورها القيادي وتأثير الرئيس السيسي فعلا على إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية بالنسبة لمصر. LTE النهاردة الشباب بان الفكر بتاعهم، وخصوصا دوما وأبدا أن الجامعات المصرية وممثلة في معهد إعداد القادة وزارة التعليم العالي مصر في معهد إعداد القادة يجب أن يتم توعية سياسية بالغة للولاد، ويجب أن يكون في حوار وطني، وخصوصا إحنا يمكن الحوار الوطني داخل معهد إعداد القادة والجامعات المصرية بيشتمل على بنود محددة: التوعية السياسية والحوار الاقتصادي والحوار الديني وحوار خاص بالتطرف الفكري وحوار خاص أيضا بالفكر القوى الناعمة. إعداد الطلاب للحوار الذي يستمر لمدة 3 أيام يشتمل على توعيتهم وتثقيفهم من خلال محاضرات في العلاقات الدولية والأمن المصري القومية والنواحي الاقتصادية والسلوكيات السوية والغير سوية وغيرها من الموضوعات الهامة. فكرة جميلة بتعد الشباب بأن هما يبقوا في حوار سياسي ما بين القادة السياسية وما بين الطلاب، وفي تواصل ما بين الشعب وبين القيادة السياسية، وشرف جميل أن احنا نتشرف بسيادة اللواء سمير فرج أن هو زيارة لينا وشارك معنا في ملفات مهمة وحاجات مهمة وعرفنا حاجات كتيرة ما كناش نعرف عنها. يعني احنا كشباب احنا كدورنا اللي احنا نبدي المشاكل والقضايا المجتمعية واللي احنا نواجه نشوف لها حلول او نشوف لها اي حلول قبل ما نروح الحوار الوطني، ونبدأ اللي احنا بعد كده نتناقش فيها ونبدأ اللي احنا نشوف ايه حلول الحاجات دي كلها. هو طبعا المنظور اللي احنا كنا بصين بيها حاجات كتير اتغير جدا، يعني 180 درجة حاجات كتير، سواء العلاقات بقى مع الدول التانية سواء الانجازات. فعلا يعني المحاضرة عنوانها على مسماها: الى اين ستؤول مصر الى 2022، او الى اين تذهب مصر الى 2022. ثم في الختام الاطلاع على رؤية الطلاب لفكرة الحوار الوطني واهم الموضوعات التي يجب ان تناقش من خلال وجهة نظر طلاب الجامعات. أيمن دياب لبرنامج صباح البلد.